عشر سنين بمهرجان إبداع متجمعين. في كل سنة شفنا شباب مواهب واعدة على النجاح مصممين، شباب كان كل حلمه إنه يكون من الفايزين وإنه يضمن مكانه ما بين المبدعين. مهرجان إبداع الموسم الحادي عشر بيقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبدعم كامل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. النهاردة موعدنا مع مسابقة القصة القصيرة والتي تقام على مسرح المدينة الشبابية بالإسكندرية. بيشارك في هذه المسابقة 119 متسابق ومتسابقة من الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، وقيمة الجوائز اللي بيتنافسوا عليها 54,000 جنيه. جوائز مسابقة القصة القصيرة بتحمل اسم الأديب والقاص ورائد التجديد في القصة المصرية القصيرة محمد حافظ رجب. رائد التجديد في القصة محمد حافظ رجب. توفي القاص المصري محمد حافظ رجب في شهر فبراير عام 2021 عن عمر ناهز 86 عاما، بعد حياة أدبية حافلة تراوحت بين الصدام مع النخبة الثقافية في القاهرة والزهد واللجوء إلى عالم الصمت. ظهرت أعمال حافظ رجب مع مجموعة من الأدباء الشباب، صدرت لهم في مطلع الستينيات من القرن الماضي مجموعة قصصية بعنوان عيش وملح، اتسمت بالتجديد وكسر النمطية ونسبت إليهم المقولة الذائعة نحن جيل بلا آباء. انتقل حافظ رجب للحياة في القاهرة ليلتحق بكوكبتها الثقافية، لكنه ما لبث أن عاد إلى الإسكندرية مسقط رأسه مع تجارب مريرة من التمرد واكتشاف مشكلات المناخ الأدبي وصراعاته. ولد حافظ رجب في الإسكندرية عام 1935. كانت نشأته البسيطة وخبرته الأولى في الاطلاع والقراءة مصدراً لإصراع معابيه. عمل سنوات بائعا بسيطا لحب التسالي امام احدى اشهر دور السينما في الاسكندرية في ذلك الوقت، فجمع رصيدا هائلا من الخبرات ورصد كل الطبقات الاجتماعية. ثم كان لثورة يوليو التي قادها مجموعة من شباب الضباط اثر كبير على حافظ، هكذا انطلق في مغامرة موازية وثورة داخل الادب على الاشكال الواقعية او القصص ذات البعد الرمزي السياسي. ينحو حافظ رجب باتجاه فانتازيا مدهشة برزت في مجموعته القصصية من أمثال كائنات براد الشاي المغلي، الكرة ورأس الرجل، اشتعال رأس ميت وغيرها. ابتعد رجب عن الأضواء سنوات طويلة مكتفيا بوظيفة بسيطة منحه إياها المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب، واعترت حياته مراحل من التوقف والعودة المبهرة، وتكرر الاحتفاء به بشكل دوري من قبل مجموعات من شباب الكتاب. في عام 2012 أقام مختبر السرديات في مكتبة الإسكندرية مؤتمراً خاصاً لتكريم حافظ رجب، قدمت فيه الكثير من الشهادات والأوراق البحثية التي اعتبرته رائداً للتجديد في القصة القصيرة العربية، فهو من القلائل في التاريخ الأدبي الذي أضاف تجديداً عميقاً ومهماً لنوعية الإبداع في هذا المجال. رائد التجديد في القصة المصرية والعربية محمد حافظ رجب. أعضاء لجنة التحكيم في مسابقة القصة القصيرة اللي مشرفينا الروائية والقصة دكتورة رباب كساب، مرحبا بحضرتك. الكاتب الكبير دكتور هيثم الحاج علي أستاذ النقد الأدبي الحديث بجامعة حلوان، مرحبا بحضرتك. دكتور حسام جايل الأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة الأقصر، أهلا بسيادتك. والآن مشاهدينا بنبدأ منافسات اليوم من مسابقة القصة القصيرة، وما تنسوش شعار مهرجاننا مهرجان إبداع، مع إبداع حقق حلمك. عبد الله خالد جامعة القاهرة كلية الهندسة. القصة بعنوان عقب انتهاء الحرب.
في الاول قبل ما اكتب القصه كنت فكرت ان انا كنت عايز اكتب قصه يكون البطله بتاعتها مريضه سرطان، بحيث ان انا اتكلم عن معاناتها مع المرض ده. بعد شويه تفكير قلت طب انا بدل ما اكتب قصه بتتكلم عن معاناتها مع المرض، ليه ما اكتبش قصه بتتكلم عن لحظه انتهاء المعاناه دي. ابتديت ان انا اكتب في القصه بالفعل، وكنت كل شويه بعيد كتابتها من تاني وبعدل فيها كل شويه، بس الحاجه الوحيده اللي كانت ثابته معايا طول الخط هي العنوان. النص اللي انت عامله مش محتاج ان انت تتكلم، انت عملت ده وواضح جدا ان انت بقى من الناس اللي فلترت وقعدت على نص جامد، يعني كلامك دلوقتي وضح اللي باين قدامي. فانا سعيده بحجم التكثيف وان انت اديت لي اللي انت عايز تقوله كله في نص صفحه بس، وقلت فيها كتير. فانا عن نفسي سعيده سعاده خاصه بالنص ده. اجمل حاجه في النص زي ما قالت دكتوره رباب القصر والتكثيف. احنا قدام نص ما كملش 190 كلمه تقريبا، مظبوط، لكن ال190 كلمه دي جايبه لي الحدوته من اخرها ببساطه شديده. انا قريتهم وقفلت الورقه وقعدت اتخيل الحرب اللي دارت دي كلها وازاي، وكم المعاناه اللي عملها البطل علشان يوصل للحظه الانتصار من غير ما تقول فيها ولا كلمه. الحقيقة لازم أحييك على هذه القدرة على الشغل على نصك علشان يطلع بهذا القدر، عامل زي طلقة الرصاص لكنها بتديني انطباعات عن سنين قبل اللحظة دي. كلنا متفقين على يعني أو معجبين بقدرك وقدرتك. كلمة كبيرة معجبين دي. لا، معجبين حقيقي بقدرتك على التكثيف، لأن النص في عدد كلماته قليل جدا لكن معناه ورسالته كبيره جدا جدا جدا. كلنا لما نقرا العنوان للوهله الاولى عقب انتهاء الحرب هنتخيل الحرب التقليديه خلاص، او حتى الحرب البيولوجيه، لكن لما اتفاجئنا بان ده جميل حلو بقى زي المونتاج كده، الاساتذه هيعملوا مونتاج للمساله، او ان انت قعدت تفلتر كتير وتراجع نفسك كتير جدا، ده مدهش. ولازم فعلا الاديب يكون عنده المساله دي ويلتقط ويفكر مره واخرى. هو لا يقول الاشياء التي يعرفها الناس، ويقول الأشياء التي تعرفها الناس بطريقة مخالفة ومختلفة عما يقوله الناس. سعداء بلغتك، سعداء بتصويرك ومشهديتك، الاختزال والحذف الكبير اللي بتعمله بحيث أن الكلمة تبقى محملة بأكبر قدر وكم من الدلالات. حنين الحفناوي، كلية الفنون التطبيقية، جامعة بنها. انا بكتب ايه؟ جامعة ايه؟ بنها. اهلا. تمام. انا بكتب طول عمري، لكن ده اول نص اقرر اطلعه للنور واشاركه مع العالم. النص ده بدا عندي بتساؤل اظن ان هو مر على الجميع ولو لمره واحده، ايه مغزى وجود الحزن والفراق والمرض وكل الحاجات اللي احنا بنعيشها في حياتنا؟ التساؤل ده ادى بيا لتساؤل تاني طرحته في النص، هو ماذا لو وجد النعيم المقيم في الدنيا؟ احنا بالفعل قدام بحث عن يوتوبيا، وده دايما بيبقى غرض من اغراض الكاتب. اليوتوبيا اللي هي الجنه يعني، او المدينه الفاضله، وده دايما بيبقى غرض من اغراض الفنانين. يعني كل حد بيبدع بيبقى هدفه الاول انه يحول هذا العالم الى عالم مثالي، وكل ما يتقدم فيه خطوه بيبقى عايز اللي بعد كده. انا في ظني انه انت حاولتي انه تفسري الفكره دي ببساطه. واحد بيدور عن جنته، قدر يوصل للجنة دي لكنه مش راضي عنها بشكل ما، عايز اللي بعدها، وكل شوية يحاول يضيف إلى هذه الجنة بشكل ما. أنا شايف النص واضح جدا، واضح هدفه بشكل ما، ممتع قوي في درجاته اللي عمال يتدرجها علشان يوصل لما هو أفضل وما هو أحسن كل شوية عبر النص. يمكن تقسمته الأولى والتانية والتالتة ده كان عامل لي شوية ربكة كقارئ، حاسس إن المسألة جافة قوي، كان ممكن تبقى أكثر ليونة من كده إذا صح التعبير. في عندك بعض الهنات اللغوية لازم تراجعيها، عندك برضو الإطالة. هو النص ممكن يتعامل منه نوفيلا مثلاً،
مش رواية يعني هو أقرب لأنه يتمط ويبقى رواية قصيرة بصورة ما، وده بيبعدك شوية عن حالة القصة القصيرة، لكن حالة القصة القصيرة بتبقى موجودة عندك في أنه أنت قدرتي تستبطني وجهة نظر شخص واحد وتناقشي الأمر من خلاله اللي هو البطل اللي بيبحث عن جنته الخاصة ده. أنا معجبة بالزجاجات بصراحة. شكراً. كل زجاجة منهم كأنها كانت بتديني كبسولة، ويمكن نقطة أنا بختلف مع الدكتور إن أنا فعلاً حبيت الموضوع ده وحبيت سردك جداً والوصف بتاعك برضو. حسيت كمان إن أنت واخدة الموضوع بروقان، أنت بتعمليه بشكل رايق، فالكتابة فعلاً طالعة رائقة يعني فعلاً أنا حسيت ده، فأنا سعيدة بيكي وشايفة فعلاً قصة مبشرة. ناليا حسن، وزارة التعليم العالي، المعهد العالي دراسات نوعية مصر الجديدة. أهلا وسهلا. القصة بتاعتي اسمها خيط دخان. الحقيقة أنا شايفة أن فكرة وصف القصة من الكاتب بتحرق، فأنا شايفة أن النص بيتكلم أكتر، ولكن أنا عملت 3 إسقاطات، حطيت تفاصيل زي ذكريات، عملت اللاشعور بتاعه ظهر في الحلم، بس أعتقد دول أن اتنين. فين الثالث؟ إيه؟ دول اتنين؟ الإسقاط الثالث، الإسقاط الثالث. أنت عملتي 3 إسقاطات. عملت 3 إسقاطات، البداية والحلم واللي هو الحلم ده ظهر في الثالث، في النص بقى كان الحديث ما بينه وما بين جده اللي هي الذكرى نفسها. داليا، انت عامله قصه بالفعل بتطرح سؤال وجودي جدا، هل علينا ان احنا نستسلم لمصيرنا ولا نحاول نغيره، وهل هو مصيرنا فعلا ولا احنا مطالبين ان احنا نغيره؟ هي فكرة نغير الواقع ولا نغير القدر، وحنوصل لإيه في الآخر؟ أنا شايف أنه الفكرة كانت عميقة جداً، وفكرة أنك تروحي لجندي يموت بعد انتهاء الحرب علشان خلاص مهمته خلصت بعيار فالت. ما هو مات في الآخر، هو مات في الآخر بعيار فالت شكل عبسي. أيوة، هي الفكرة هنا، هو مات في الآخر علشان وظيفته بالنسبة لحياته انتهت بصورة ما، علشان هو كأنه مستسلم لهذا المصير اللي هو في الآخر إنه وظيفته الوحيدة إنه جندي يحارب فقط. وده يمكن يكون مطروح علينا كبني آدمين دايماً، إن إحنا بنكابد بشكل ما. هو السؤال الوجودي ده، أنا أظن إنه السؤال الوجودي العميق جداً ده كان ممكن يطرح بسرد أكثر تكثيفاً. نفس المشكلة اللي بنقولها دايماً، إنه اللغة لغة الجيدة إلى حد كبير، لكنها برضو هتحتاج إلى تصفية كبيرة، تحتاج انه نشيل منها الزوائد. خدتك في بعض الاحيان شهوة ان انا اكتب حلم مثلا، وجوه الحلم ده اكتب تفاصيله، وممكن بعض التفاصيل ما تبقاش مهمة قوي لصياغة الغرض النهائي من هذا الحلم، لكن في الجملة احنا قدام قصة قدرت انها تطرح سؤالها الوجودي الكبير، وقدرت انها تجاوب عليه بشكل ما. القدرة على تخيل خصب وصنع الأحداث وصياغتها والغوص في أغوار نفسية بسرد أدبي وتجارب ثرية بمواهب شابة أدبية وإبداعية، هذا ما سنتابعه مرة ثانية مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل. من سنة لسنة ومن إبداع لإبداع، ما زال مهرجان إبداع بيواصل مسيرته ليقدم المواهب الشابة في كل المجالات. ها نحن أمام ضربة البداية لدور الستار. هل تفضل؟ إذا ما رأيت الذي أستحبه وقالوا عميتا كرهت البصر. الهدف بتاع القصة مسرح رائع في هذا العصر. كورال وفي الشهيد موسيقى
عنصر التشويق واللي هو قلنا ان هو اهم حاجه. ف قصه قصيره ان شاء الله بالتوفيق. فنون شعبيه ومبادرات مجتمعيه. شعار مهرجان ابداع مع ابداع، حقق حلمك. كل هذا بدعم وتحفيز من القياده السياسيه لشبابنا الموهوبين والمبدعين ليواصلوا مسيرتهم وإبداعاتهم في كل المجالات. مع إبداع حقق حلمك. موسم جديد وفعاليات جديدة من مهرجان إبداع، بنستناها من سنة لسنة، بنتابع فيها مجالات كتير من الثقافة والفنون والعلوم، ومواهب شابة من الجامعات والمعاهد والأكاديميات الخاصة والحكومية بتتنافس على الأفضل، وفي الآخر الكل بيكون كسبان شرف المحاولة وخبرة كبيرة كمان. مع إبداع حقق حلمك. محمد عبد الدايم، كلية الآداب، جامعة جنوب الوادي. أهلا بك يا سارة، كلمينا عن قراءاتك كتاباتك. كتبت كابوس وأنا عندي 17 سنة أول مرة، وكابوس كانت ضمن مجموعة قصصية أو مشروع مجموعة قصصية. جميل. بتتناول مشكلات مجتمعية مع تسليط الجانب النفسي. أما كابوس بشكل خاص فهي بتتناول مشكلة أو قضية مجتمعية منتشرة معروفة عندنا في المجتمع أو في الأرياف، البيئة المغلقة. بستخدمي التيمات الشعبية زي لعبة الاستغماية وكلمة خلاويص، بتوظفيها حلو جدا. التعبير عن الموضوع وعن الإدانة المجتمعية أو الإدانة الأدبية للتصرفات الاجتماعية الخاطئة في سن معين بتعاني منه البنت، ده جميل جدا. لغتك إلى حد بعيد لا غبار عليها، محتاجة بس بعض المراجعات. صور جميلة جدا، ولا تبقى في الأهزان سوى عزيز الأيام المحفورة على جلدها. نصيحة الأم لبنتها، تعبيرك عنها في منتهى الجمال. لغتك لغة واضحة. شكرا. وصورك جميلة، وأنا شكرا. سعيد بقصتك. شكرا. جدا جدا. أنا قدام نص مكتمل تماما، مكثف جدا ولغته حلوة، الوصف والسرد فيه حلو جدا، بس أنا دلوقتي واقع في حيرة من كلامك. يعني أنت كلامك من شوية مجموعة قصصية وأنا عندي 17 سنة وبحط مشكلات اجتماعية. سارة اللي يكتب نص زي ده ما يكونش بيفكر بالشكل ده وهو بيكتب، فده أنا مستغرباه. يعني الإحساس والوعي بالحاجات دي بتبتدي تحطيها على الورق من غير ما تبقي محددة انت هتعملي ايه. وفي العمر ده ما افتكرش ان حد فيكم بيفكر يعمل مجموعة قصصية. يعني دكتورة ربابي، يمكن سؤالي ليها اللي وقعها في المشكلة دي، يمكن الفخ اللي انا عملته لها هي اللي خلاها. طيب ما هي كده طرفت. هو بس صادف ان انا بكتب قصص في الفتره دي بشكل كبير وقع عليها الجانب النفسي، فبدات من كده. تمام، احنا قدام نص فعلا لا تشوبه شائب. احمد سعيد يحيى، طالب في كليه الاعلام جامعه النهضه. قصتي بعنوان أنا قلبي دليلي. تمام، القصة هي بتحكي موقف، الموقف من خيالي يعني، هو مش حاجة حقيقية حصلت. تمام، بحكي الموقف ده يعني كانت خطتي وأنا بحكي إن مثلا القارئ هو بيقرأها لأول مرة تكون في حاجة بالنسبة له مش مفهومة، وبعد ما يقرأها يضطر يعني يقرأها مرة ثانية ويستكشف ان هيستعمل تشويق يعني بالظبط، وان يعني القارئ يقراها اكتر من مره.
اكتر حاجه عجباني في الموضوع ان انت ابن مكانك وابن بيئتك وابن عمرك، يعني هنا باين انت فين ومكانك فين وبتعمل ايه. بالزبط. وبرغم كده حققت لي التشويق وحققت لي تكثيف وعملت قصه قصيره، ده مهم جدا. اللي انا كان نفسي اقوله لزمايلك، وبالمناسبه على فكره احنا السنه دي مستوى عالي ما شاء الله، وده كان ملفت للنظر. شكرا. في كل في ناس كمان كانت تستحق على فكره انها تبقى موجوده معانا، لكن للاسف احنا محكومين بعدد. انتوا عاملين حاجه حلوه، وفي نفس الوقت اللي انا عايزه اقوله ان انت فكره ان انت تكتب على حاجه تمسك، حاجه حواليك، حاجه انت شايفها، هو ده الكاتب. من اجمل الحاجات اللي ممكن القصه تعالجها هي معالجه ما بعد الفقد، واظن انه انت قدرت تعمل ده بشكل شفاف قوي من غير ما تقول انه في فقد. يعني بالزبط. الفلاشة اللي لمعت في الآخر علشان نعرف إن الراجل ده ما بقاش موجود بشكل ما، وإنه كل العيلة دي بتحاول تجتمع مع الست علشان تواسيها تساندها بشكل ما، وإنه كأنهم كانوا جايين بشكل طبيعي وعادي. أنا أظن إنه شفافية الانتقال عبر مراحل تجمع هذه العيلة هي اللي عملت روح خاصة جدا لهذا النص، يبتدي بكلمة أنا قلبي دليلي اللي على طول بتفكرنا بأغنية ليلى مراد، واللي انت قدرت تعمل على مدار النص ايقاع يشبه الايقاع بتاع اغنيه ليلى مراد بصوره ما، ودي كانت حاجه بديعه جدا. اشكرك عليها. حسام سيد عبد العاطي، طالب في معهد الفنون المسرحيه، كنت خريج كليه التجاره جامعه القاهره، وحاليا بكمل دراسه في معهد فنون مسرحيه بدرس دراما. علاقتي بالكتابة بدأت من وأنا في فريق التمثيل الخاص بكلية التجارة جامعة القاهرة، اشتركت كممثل في بعض العروض، شاركت في كتابة بعض العروض برضو، فمن هنا بدأت معايا فكرة الكتابة. كتبت القصة القصيرة اللي هنناقش فيها النهاردة اسمها عبد العال المتعال. دي قصة واحد عمره أكبر من 250 سنة، هي حالة نادرة ما بتتكررش. الشخص دوت كان طول الوقت بيدور على حريته، بيدور على فكرة ان هو ينام في مكان فيه نور، مش عاوز ينام في الضلمة ابدا. ما بيكتشفش ان هو عمره اكبر من 250 سنة الا عن طريق مواقف معينة بتحصل معاه، فبالتالي بيكتشفوا ان هو اثري، فبيتم معاملته ان هو شخص اثري وحياته بتتغير تماما. حسام انت يعني ايه اثري؟ معلش عمر الشيء اذا تخطى 100 عام لا كلمه اثري لما تتقال على حد معناها انه بيشتغل في مجال الاثار او القيمه نفسها، ان هو ممكن يكون اثري يعني. هو اثر يعني هو مش اثري. أيوه. مظبوط. فبرضه بينتهي بيه المطاف ان هو بيلاقي نفسه في الاخر، حتى بالرغم ان هو اتشهر وبالرغم ان حياته اتغيرت، كان ساكن في الاول في اوضه صغيره بمواصفات داكنه جدا كلها فقر، كانت بتوحي بالعيشه الفقيره اللي كان عايش فيها. بعد كده لما بينتقل للاوضه الثانيه، لما حياته بتتغير، بتبقى اوضه في جناح في فندق بمواصفات طبعا الاوض الفخمه، بس لقى نفسه برضو مش حر، لقى نفسه هيكون مقيد في متحف ومش هيلاقي برضو حريته. بالضبط. وهيلاقي نفسه في النهاية ان هو مش بحريته. موضوعها لذيذ وحلو وجديد ودمه خفيف كمان. شكرا. ومش عارفة حكاية عبد المتعال معاكم، عشان في اكتر من نص في عبد المتعال، مش عارفة ليه يعني. بس انا قدامي نص فيه اخطاء كتير ولغة محتاجة ان احنا نراجعها ونطورها كتير، ومحتاج تكثيف كمان. طارق رجب، 26 سنة، خريج كلية التجارة، حاليا طالب بمعهد فنون مسرحية قسم الدراما والنقد الفرقة الرابعة. قصتي باسم الموعد. انا ابعد ما يكون ان انا اتكلم عن مستوى تلقي معين او قصدية المؤلف اللي انا عايز اتكلم، اللي انا كنت محدد حاجة وعايز اقولها.
أميل لأن أنا طرحت عدة مستويات حسب المتلقي ما يحبها. الموعد هي لحظة زمنية ومكانية أنا اخترتها، موعد فتاة ثلاثينية بتستعد إن هي تروح تعمل إتسي ديت، بتتعرض لأي شابة إن هي تقابل شاب قد يكون زوجها المستقبلي. المكان هو ما بينها وما بين صورتها، قد يكون مراية، قد يكون نظرتها لذاتها، قد يكون لو رحنا للفكر الوجود الموجود لذاتي والموجود بذاتي وما بين التشيء وما بيصنعه علينا المجتمع أو الحتميات أو الجبريات. كلام كبير، كلام كبير طارق. أنت جننتنا أصلا في النص بس ماشي. تمام أنا. لا نهدى كده الله يكرمك. كمل كمل. فهو بالنسبة لي من العتبة النص عندي الموعد اللي هي اللحظة الزمنية اللي احنا انطلقنا منها، الحوار أو التتابع ما بين الشخصيتين في مين منهم الأصل ومين منهم الصورة، انتهاء بجملة تركتها حتى تلاشت ولا أظن من منا قد تلاشى ومن منا قد انتصر. فهو ده السؤال بالنسبة لي اللي أنا كمان بطرحه، هل هي انتصرت لموقفها اللي هي خدته من الأول ولا لأ، ولا أو تلاشت أو انتصرت. انت قلت كلام كبير كده بقى. ولا يتناسب بقى، ما احنا خلاص احنا عندنا خيال خصب جدا ما شاء الله عليك، يعني في ان انت تسرد اللي انت عايز تقوله بالشكل اللي انت عايز تقوله ده مفروغ منه. بس تعالى بقى للحاجات الوحشه، يعني احنا في صياغات مش كويسه انت وبعض زمايلك وانا شايفاها من السنه اللي فاتت الحركه دي، انا مش عارفه ده ليه. يا جماعة في فيه ويه، لما يجي يقول في غرفتي ما تتكتبش فيه لوحدها، الكاف برضو ما بتتكتبش لوحدها، يعني مين اللي قال ان احنا ما نلصقش الكاف بما يليها، مين اللي قال ان احنا ما نلصقش الفاء بما يليها، مين اللي قال ده؟ كتابة الموبايل. يعني ايه نكتب الحرف لوحده؟ هو نوع من التجديد بالنسبة لنا احنا كجيل. لا 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 مش تجديد، لا مش ده، انت كده بتبوظ اللغة. يعني في كم اخطاء صياغة ولغة واملة كتير جدا، لكن انا عن نفسي معجبة بالنص ومعجبة بالفكرة ومعجبة بطريقة سردك ليها. يعني الأمر لا يخلو من إيجابية، يعني رغم أنه أنت راجل دارس كتابة دراما اللي هي بتحاول تطلع اللي جوه على بره في صورة وقائع بتحصل على المسرح بشكل ما، لكن في الكتابة هنا أنت نقلت شوية على منطقة تانية اللي هي منطقة الكتابة القصصية، فبقى عندي إبراز الصراع اللي ما بين الداخل والخارج. أظن أنه ده أكتر حاجة بتميز النص ده، إزاي أنه أنت قدرت تدخل جوه وتعالج جوه وأنت جوه من غير ما تطلع ده على مظاهر خارجية زي ما بتعمل في الكتابة المسرحية. لو كنت طلعت برة كنت هقولك حول ده المسرحية، لكن الحقيقة انت قدرت تستخدم اللغة علشان تستبطن الوعي بشكل قوي ومنضبط، ويمكن له علاقة بدراسة علم النفس او علم نفس البطل زي ما بتاخده في المعهد يعني. فانا شايف ان احنا قدام نص كويس مع الاخذ في الاعتبار بكل الملاحظات اللغوية اللي قالتها الدكتورة رباب. فيض من الأفكار القصصية والإبداعات الأدبية ونبت يسعى بالتجدد للبزوغ في عالم الأدب والقصة القصيرة، والتي نستكمل مع حضراتكم متابعة مسابقتها في مهرجان إبداع الموسم 11. على نغمات الموسيقى تنسى بالكلمات وتحكي لنا قصص الفنون. اولا بشكركم على المجهود العظيم اللي انتوا عاملينه على مسرح ابداع الحادي عشر، فيهتز المسرح باقدام المبدعين. ويلا بينا نبدا مع حضراتكم منافساتنا. ادوني مساحتين، ادوني مساحتين. جوليا استمعي. لا اريد ان اسمع شيء. من يتسابق للفوز، من يطلق ابداع، وشعار الكل مع ابداع. حلمك، طموحك، فنك، إبداع. شباب يحمل أحلامه في أكبر منافسة في كل مجالات الفن ما بين المسرح والسينما، تحكي قصص الفوز في إبداع الموسم 11. ومزيد من التوفيق إن شاء الله. مع إبداع حقق حلمك.
من سنة لسنة ومن إبداع لإبداع، ما زال مهرجان إبداع بيواصل مسيرته ليقدم المواهب الشابة في كل المجالات. ها نحن أمام ضربة البداية لدور الستار. فلتتفضل. إذا ما رأيت الذي أستحبه وقالوا عميتا كرهت البصر. الهدف بتاع القصة مسرح رائع في هذا العصر. كورال وفي الشهيد موسيقى عنصر التشويق واللي هو قلنا انه اهم حاجة. قصة قصيرة ان شاء الله بالتوفيق. فنون شعبية ومبادرات مجتمعية. شعار مهرجان ابداع مع ابداع، حقق حلمك. كل هذا بدعم وتحفيز من القيادة السياسية لشبابنا الموهوبين والمبدعين ليواصلوا مسيرتهم وابداعاتهم في كل المجالات. مع إبداع حقق حلمك. سيف الدين محمد، طالب بأكاديمية الفنون المعهد العالي للسينما قسم إخراج. قصتي بعنوان فريسكا، وهي من ضمن مجموعة القصصية الأولى اتنشرت السنة دي. يعني فين؟ بس اتنشرت فعلا؟ مبروك. الله يبارك حضرتك. بس انا مش محضر كلام يعني، بس مستني حضرتك. مش ضروري تحضر كلام يا سيف. اهلا بيك. انت عملت قصة يعني انا والزملاء قعدنا اتكلمنا عنها كتير الحقيقة. صحيح. الموضوع جذاب جدا. طريقة المعالجة خصوصا البصرية كانت بديعة إلى حد كبير. شكرا. الصياغات اللغوية كانت رائعة بالنسبة لقصة قصيرة. شكرا. لكن حيبقى عندي أنا مشكلة قبل ما أسيبهم يتكلموا عن الإيجابيات في الحوار. الحوارات بدأت بالنسبة لي مهترئة، يعني كانت حمل كبير على النص. تقلت قوي، حركته معايا، تقلت، عملت لي حاجز ان انا ادخل جوه الشخصيه اللي انت بتتكلم عليها الى حد كبير. استخدمت لغه هي المستخدمه في الشارع او في الميدان اللي بتتكلم عليه، لكن هيفضل انه في مشكله في فكره استخدام الحوار في القصه القصيره بالبراح اللي انت عملته ده، كانك كنت رايح علشان تحطه برضو على شاشه وتنطق الشخصيات بالافكار اللي انت عايز تقولها لنا داخل النص. دي يمكن مشكلتي الوحيدة مع النص ده. انا ما خدتش بالي ان انت قسم اخراج، فانا كاتبة ان المشهدية عالية. انت كنت ماشي طبعا بكاميرا فعلا بترصد بجد الرصيف والراجل قاعد والحوار اللي بينهم. قرب يعمل ديكوباج فعلا. يعني انت عامل ده هايل جدا، وده كان عنصر جذب مهم قوي في النص. شكرا. فأنا بحييك. خالد جمال فودة، طالب كلية هندسة منصورة. بدأت كتابة من 2012 بس مش إبداعية. قبل كده؟ دي مش أول مرة، دي ربع مرة. ده بدأ من 2012. لا مش إبداعية، كتابة عادية، بكتب مذكراتي. تكتب الواجب يعني. بالظبط. بدأت الكتابة الإبداعية في 2019، وشاركت أول مرة في إبداع 8 2020 21 22 23 مرتين. قصة دي الثالثة ومرة رواية. جميل. قصتي طرقات على باب الهوى. هي الفكرة أنا نفسي بتأثر جدا بموضوع الذكريات، فافترضت في واحد ساب بيته اللي كان يعني نشأ فيه وكانت طفولته فيه وسافر، فعارف ان بيته ده هيتهد في يوم معين. هيعمل ايه؟ اللقاء هيكون ازاي؟ اللقاء مش مجرد انه هيقابل بيت او هيروح لبيت. اللقاء كان اشبه انه هيقابل صديق قديم. التسلسل السردي عندك فيه سلاسة، ما فيهوش فواصل ولا انقطاعات. لغتك سلسة وواضحة وجدا جدا.
انا كنت كاتب لك كده الباء بتجر بلد بحالها دكتوره رب قالتها لك اللام بتجزم. درست حاجه اسمها الاسماء الخمسه، عارف انت لو قلتها على الوضع العادي ابوك الحاج بيعيط وهنتلقاها كانها باللغه العاميه مش هيبقى فيها مشكله، لكن لما تنصبها وهي حقها الجر يعني هيبقى فيه مشكله كبيره جدا. راجع يا خالد يا خالد اللغه ونصك في المجمل نص عالي جدا، انت متماهي مع الكتابه، بتكتب باحاسيسك قوي، بتعيش اللحظه اللي بتكتبها، وده في حد ذاته شيء جميل جدا. قصتي في المختصر حتى السماء مزينه بالبهاء، بتحكي عن مريض بيعاني من البهاء من 10 سنين من سنه رابعه ابتدائي لغايه لما دخل الجامعه، وخصوصا الوحده بتاعه الموضوع هي التنمر في الثمان مقاطع. المرض حتى الان ملهوش علاج، فالمريض لازم يتعايش ويحب المرض ده. وفي فعلا طيب كان دايما بيعاني من التنمر، دي الحته دي نسيتها، سواء من الاهل او الاقارب او الغرباء، لان التنمر حاجتين، لما يكون بدافع الاذى او بدافع الخوف لان الناس ما تعرفش. طبعا رايت في القصه ثلاث حاجات، ان يكون الكاتب والقارئ والناقد، وفي النقد بالذات حاولت اني اكثف واعمل دراما واعمل اخر حاجه للمفارقات او الوحده بتاعه الموضوع، وده كان باختصار حتى السماء مزينه بالبهاء. ثمان نصوص، انت ضحكت علينا. انا عامل ثمان نصوص بالظبط، انا كمان عاملهم بتركيب ابجدي مش حسابي، لان الحسابي واحد بتادي لاثنين واثنين بتوصل لثلاثه، بس طبعا الكتابه بتاعتي واحد والالف والاخير هما بس شارط فيهم الترتيب، بس ممكن اي نص الواحد يبدا يقراه في اي وقت عادي. كل نص فعلا مكتمل بذاته، فانا بقول لك انت ضحك علينا بثمان نصوص مش نص واحد. انا شايفه سرد سلس جدا ولغه كمان حلوه قوي، ويعني انا قدام قصر مبشر جدا جدا. انا شايف انه الحاجه الاكثر جمالا في هذا النص هو تاتش كده عامل زي اللي كان بيعمله اصحاب المدرسه الرومانسيه، اللي هي فكره الاسقاط على الطبيعه، لكن انت عملتها بشكل سردي بعيد عن اللي كان بيعمله الرومانسيين السذج او السطحيين يعني. بصوره ما في محاوله للتوازي ما بين الام هذا البطل والام الطبيعه، ما هياش المحاوله العاديه او اللي احنا اعتدناها في نصوص الرومانسيين، واظن انه ده حاجه بتميز النص اللي قدامنا، غير فكره انه احنا قدام موزاييك من 8 مشاهد تقدر تركبهم باي طريقه علشان يوصلوك للحاله الحاله المرضيه اللي انت بتحاول تعبر عنها بشكل انساني الى حد كبير. خلصت حلقتنا النهاردة مشاهدينا، لكن مسابقتنا لسه مستمرة مع حضراتكم في مهرجان إبداع الموسم 11. تابعنا مع حضراتكم النهاردة فعاليات مسابقة القصة القصيرة، بنتمنى كل التوفيق لكل المشاركين من الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، وما تنسوش شعار مهرجاننا مع إبداع حقق حلمك. حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناح الطاير في السماء حمام. حواديت بتجيب حواديت أحلى وكنز بيفضل في رحلة، بنغني بقالنا سنين وكمان هنغني سنين قدام. جايين نرسم حكايتنا بإيدنا على حطان الأيام، شايل أحلامنا على جناح الطاير في السماء حمام. حواديت بتجيب حواديت أحلى والكنز بيفضل في الرحلة، بنغني بقالنا سنين وكمان هنغني سنين قدام. أصلها إبداع، كل الحكايات بدأت من هنا يا ما الحكايات أنواع. جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. أصلها إبداع، كل الحكايات بدأت من هنا يا ما الحكايات أنواع. جه
منك شايفة بعيد أصلها إبداع. كل الحكايات بدأت من هنا ما الحكايات أنواع. جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع أصلها إبداع. كل الحكايات بدأت من هنا ما الحكايات أنواع. جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. ده اللي في بالك حالا فكرة هيكون أول سكة بكرة. افرد حلمك على قد الدنيا الدنيا تساع أصلها إبداع. عينك شايفة بعيد أصلها إبداع. كل الحكايات بدأت من هنا ما الحكايات أنواع. جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع أصلها إبداع. كل الحكايات بدأت من هنا ما الحكايات أنواع. جه الوقت عشان اللي في قلبك قدام الكون يتزاع. ده اللي في بالك حالا فكرة هيكون أول سكة بكرة. افرد حلمك على قد الدنيا.